بمناسبة يوم البيئة العالمي، أقامت الهيئة الملكية في الجبيل ملتقى يوم البيئة العالمي تحت عنوان الاقتصاد الأخضر، وذلك بمشاركة عدد من الوفود العالمية. الاقتصاد الأخضر، كان هذا عنوان ملتقى يوم البيئة العالمي الذي أقامته الهيئة الملكية بالجبيل بحضور عدد كبير من المهتمين وأصحاب الشركات والمصانع في المنطقة الشرقية. كما تعلمون اليوم يتحدث عن الاقتصاد الأخضر، والاحتفال حيكون عالمي لأنه مناسبة يوم العالمي للبيئة. الندوة تشمل أو تحتوي على 3-4 محاور، اللي هو الاقتصاد الأخضر وتطبيقاته من قبل الصناعة، إضافة إلى محور يخص الماء ومحور يخص الهواء، والمحور الرابع النفايات الصناعية وطريقة تدويرها والحد منها. أقيم على هامش الملتقى مجموعة من الندوات وورش العمل التي تناقش مشاكل البيئة، وقد تم في الملتقى الإعلان عن جوائز الهيئة الملكية لأفضل أداء بيئي، حيث حصدت المركز الأول شركة التصنيع الوطنية. الحصول على المركز الأول أو الثاني أو الثالث ما هو الحقيقة امتداد لمحافظة الشركات في مدينة الجبيل الصناعية على الجو البيئي والمحافظة على البيئة، وهذا الحقيقة من الأشياء التي نفتخر فيها كمواطنين في مدينة الجبيل الصناعية، وهي الحقيقة أكبر مدينة صناعية في العالم لصناعة الكيماويات والبتروكيماويات. جاء هذا الملتقى بحضور عدد كبير من المهتمين والمشاركين من داخل وخارج المملكة لمناقشة أمور البيئة وتنميتها في المجتمع. للأخبار، محمد الحمادي، الجبيل.